وعدد كبير جدا من الشعراء ومن الفنانين أيضا من الملحنين وكثير من الناس اللي عندها يعني باع يعني أو حتى ولو بيحتضنوا طبعا جميع الناس اللي عندها اهتمام بالثقافة والفنون. أستاذ أحمد الجبوري، يا ريتك لو كلمتنا عن هذا الصالون، وإحنا نعرف الصوالين الأدبية وأهميتها، هي منذ قرون يعني موجودة وأهميتها كبير جدا في مواكبة الإبداع الثقافي، في مواكبة ما يحدث من حولنا، مجريات الأحداث وفعاليات الأحداث، وفعلا تطوير العمل داخل الصوالين، وأكيد هتكلمنا أكثر. تفضل. صالون الفن السوداني للآداب والفنون زيه زي كثير من الصالونات الفنية والأدبية. الفكرة يعني نشأت من 3 أشخاص هم كانوا أصحاب المبادرة، أخونا الأستاذ الله يطرب الخير عمر عبد الرحيم المونة، الأستاذ العازف الكبير فريد عمر أبو عزة، الأستاذ العازف الكبير هيثم كنا، هم أصدقاء قعدوا مع بعض فكروا بأنه نحن في ظل يعني وجودنا في القربة وجائحة كورونا والظروف المحيطة بالمغتربين، ليه ما نعمل صالون نجمع فيه الأدباء والمفكرين والشعراء والفنانين والمنحنين والناس اللي عندهم علاقة بالفنون عموما يعني. فهم 3 بلوروا الفكرة دي وبدأ يستقطبوا بعض الفنانين وبعض العازفين حتى أصبح الصالون يعني من فكرة أصبح واقع. فاتصلوا بي أنا بحكم أنه أنا يعني برضو مهتم بالجانب بتاع الفنون وبتاع الشعراء والأدب وكده، فانضميت للصالون. بدأت بعد ذاك يعني المسألة دي تتسع تدريجيا وانضم عدد من الفنانين عدد من العازفين، أصبح الصالون يعني عبارة عن خلية نحل تجمع الفنانين مع الشعراء مع الملحنين مع العازفين مع الموزعين.